صباح الخير، كي صبحتوا بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا المهم ما غتفهموا والو. يلا قلت لكم صباح الخير وبغيت ندير معكم روتيني. ايوا ويصوني عليا راجل قال يلا جمعت الدار وقال لي يلا نخرجوا نتغداو. وجبنا هنايا الحصه لما كان غادي يدينا ناكلوا اكلات شرقيه وشويه انا تندم معايا الحال حيت معتمد بغا ياكل بيتزا. انا صراحه كاينه بيتزا ولكن انا البلاصه اللي كنولفها صافي خاصني شكون اللي في هذه القاعده ما كيعجبنيش. انا كل مره نمشي للبلاصه قهوه كتعجبني، عرفتي واحد القهوه كنا كنمشي ليها بقيت كنمشي لها تحيدوها كاع والله الا ما كان كنا مخطوبين كنا كنمشيو ليها بقيت كنمشي لها تحيدوها. داروا الترام انا اللي حاسه بهم ملي كانوا باش كانوا صايبوا الترام ويحيدوا ديك القهوه. المهم انا لو ولفت واحد المكان صافي ايوا قلت لي والو قلت لي غادي نمشيو لهذيك البلاصه كنمشي لها حيد امل ديك ريستورون هكاك اللي كالم وما كلتهم صراحه نقيه يعني كنقولها ومتاكده وبنينه والسيرفيس ديالهم يعني كيعطيو الناس يعني كي حاجه كتجي في الساعه وكيعطيو الناس مؤدبين وهذا الشيء كيعجبني انا الحال. فقلت صافي يلاه نشوف تما ودابا حنا غاديين تما عاوتاني في الامل وصافي تما غنبقاو نهار النهار كبير وهاد النهار البيتزا الفرماج وغير كذا كل أكثر من الفرماج وخا مكانش كيحمل الفرماج ومي جا الولد كيقول لنا شنو بغيتي تطلبو قال لي بغيت البيتزا وجيبوها كتلصق الفرماج كيبغي هاد الشكل زعما صافي. المهم
البرد. واليوم بمناسبة عيد الأم كنقول ماما كل عام وانتي ماما والله يخليك ليا وجميع الميمات اللي متبعينا، كنقول لهم الله يخلي لكم صحيحتكم. ومهم تحية لجداتي وجميع الأمهات كنقدم لهم تحية هذا النهار، هذا كنقول لهم الله يخليكم لينا. وصافي هادشي اللي كاين، هاد البحر هذا ماشي ديال سيدي موسى سعيد ياك. شكرا شكرا. وساعتي عطاني الورد، هاد جوج وريضات. ايوا شكرا مساعي. ايوا صافي هاد النهار صراحه دوزناه زوين. ايوا هادشي اللي كاين. غادي نمشي نجيب الجاكيطه ديالي من الطوموبيل، عرفتي جاني الموت البرد. البرد عرفتي فين جاني؟ بقى كيضحك عليا سعيد، شنو قلت لك يا سعيد؟ قلت لي جاني البرد، قال لي واش جاك البرد نمشي نجيب لك الجاكيطه؟ قلت لي راه جاني البرد في، قلت لهم جاني البرد في وجهي. وفعلا والله الا البنات عرفتي كيجيني الموت البرد في الوجه ديالي. اما انا راه لابسه صراحه التريكو، لابسه كاين المنظر غزال هنايا. صاحبتي مريم هاد البلاصه ما عرفتهاش اختي، كون جبتك ليها حتى هي راه حدا سيدي موسى ياك سعيد. هاد البلاصه شنو كيقولوا ليها؟ حشمه. هادي حشمه والله الا كنت غير جبتها هنايا مرة جاية ان شاء الله نجيب كامري من هنا. ديك لا مسكينة كتقول لي فين وريني شي بلاصة فيها البحر، لحقت نيتها سيدي موسى حيت كاين الألعاب. على معتمد مع ما بيناتناش بزاف جيت البحر راه الدليل باه عمودة كايتشمش مع بغيت الأرض ياك هنايا البنات. غادي نرجعوا لدارنا وغادي نودعكم، نقول لكم ما تنساوش لي لايك.